أظهرت رياضة الأيكيدو القتالية الحديثة في سوريا النور مجدداً مع زيادة الإقبال لممارستها من مختلف الشرائح العمرية، حيث سجلت صالة اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق حضوراً تدريبياً مكثفاً بالموسم الصيفي الحالي بلغ نحو 200 لاعب ولاعبة وفقاً لإحصائيات مشرفي اللعبة. اللعبة التي دخلت إلى سوريا منذ عام 2010 تمارس اليوم بوجود متخصصين عاشقوا هذه الرياضة وامتهنوا تدريبها بدورات متخصصة وبإشراف لجنة فنية عليا تتبع لاتحاد الجودو. رياضة الأيكيدو أو الجيدو أو الكاراتين بسقوا من مدرسة واحدة هي الجوجيتسو اللي هي أقدم رياضة ومنها تفرعت الألعاب كلها. بالنسبة لرياضة الأيكيدو دخلت هي على سوريا تقريبا ببداية 2010 عن طريق المدرب الياباني هيدو فومي إيكوكا. هلا بال 2016 تم تأسيس المدرسة السورية للأيكيدو وبدأت بتدريب كوادر للعبة وتخريجهم بشكل أكاديمي حسب المدرسة اليابانية. هي اللعبة عبارة عن لعبة دفاعية ليست هجومية، هي ليست عدوانية، بمعنى انه رياضة الأيكيدو هي للدفاع عن النفس فقط. ادخلنا بعض التعديلات عليها، يعني دخلنا التكتيكات اللي موجوده بالكاراتيه وبالالعاب القتاليه عليها بحيث تصير دفاعيه هجوميه. عدد اللاعبين طبعا هلا عم يتراوح بفتره الصيف، طبعا بيكون الاطفال ما عندهم انشغاليه بموضوع التعليم، فبيزيد العدد ممكن يوصل ل 200 لاعب. الأيكيدو لعبه من الرياضات اللي بتتميز فيها من حيث القوه، تعتمد على قوه الخصم، بتستفاد منها في حال تعرضت لأي أذى بالطريق بأي مكان ما، بتقدر تدافع عن نفسك بوقت قليل وبتستفاد من قوة الخصم لضده لصالحك، بتستفاد منه الحركة، يعني وسيلة دفاعية ممتازة. مين ما كان بيقدر يلعب هاي اللعبة، لعبة الأيكيدو فيها روح مو عنف وأذى وهالأمور هاي كلها. والله عدد تقريبا شي 70 مدرب.